ماشي مفروش ايوه كده هيتسد خلاص كده ده مش شورت لا ده تعالى كده شورت ماشي تركز عليك ده يبقى دلوقتي كده في تغيير على العجله وضع بالنسبه للتغيير اما يكون وضع حاله التغيير على العجله بيبان تغيير بين الضبعه وبين العجله الاصليه ايه في منطقه البطح نفسه ماشي تنوير في محيط العجله تنوير في محيط العجله باين ان في تنوير في محيط العجله ما بين الضبعه وما بين العجله البروفيل نفسه دلوقتي اما تحب تقيس طول البطح بتاع العجله اقصى بطح او اقصى طول على ضبعه التشريق ضبعه التشريق فيها اولا تشريق جو او نوك جو بالنسبه للخرزه وضع الخرزه اثناء الكشف على حديه الخرزه لو جو يبقى في حديه نو جو يبقى الخرزه سليمه اما اجي على الوضع اللي هو بتاع البطح عمق البطح وطوله هو اللي بيحدد ترك العجله للخرط او عدم ترك ازاي اعرف ان في بطح يستدعي الخرط باستخدام ضبعه التشريق اللي هو اقصى طول من البطح 3 بوصه واقيسه بالوضعيه دي طبعا في اكبر كده البطح اللي معانا دوت اكبر وضع ان انا اشوف طول اللي هو طول المسافه اللي هي على الضبعه نفسها اللي هي البطح اللي هو المساحه المسطحه ينعد له على محيط الدايره على محيط العجله اللي هو الدائري كده طبعا ده متروكه للخرط او اللي هي العجله في وضع ان هي عايزه تتخرط وضع بالنسبه لان انا عايز اقيس التأوير اللي هو يسمح بالخرط او لا يسمح بالخرط بالوضعيه ديت لاحظ العدل بتاع الجزئيه ديت على اساس وضعيه العجله وضعيه الضبعه على العجله من الخارج للداخل دي وضعيه ان انا ازاي اقيس قيمه التأويل الشديد على العجله في منطقة فراغ أكبر ومعدية كمان قيمة التأوير المسموح به. الجزئية ديت أو وضع العجلة وضع الضبع بالنسبة لدي دي إن أنا بقيس بيها اللي هي قيمة مقاس الطوق، أقيس الطوق معايا يسمح بالخرط أو لا يسمح. طبعًا وضعيتها الصح إن أنا أحضن العدل ده على بحر العجل من الداخل ما أخليش الضبع تكون في وضع راسي وانزل وبعدين اقيس من الداخل التدريج لاحظ ان في تدريج على الضبعه بيحدد قيمه السمك نفسه في المنطقه اللي هي القرايات دي يبقى انا دلوقتي استخدمت الضبعه في ثلاث حاجات قياس تخنت الطوق بالوضعية ديت نمرة 2 قياس طول البطح على محيط الدايرة على محيط العجلة بالوضعية ديت وضع الضبع الصحيح على الجزء اللي هو متاكل او باطح على محيط العجلة الوضعية او الوظيفة الثالثة بالنسبة لحدية الخرزة بنفس الوضعية دي كده برضه عند حضرتك هنا فيه كيرف او هنا في ريدياس لازم يكون من الداخل وهنا الخرزه محمله نو جو يعني الخرزه سليمه في الضبعه الثانيه دي بتبقى مع الخراط اثناء بعد خرط العجل من على المخرطة وتنزل العجلة بيلقط بيها بيشوف
قيمه البروفيل طالع واخد نفس بروفيل الضبعه دي كده يبقى الخرط بتاعه صح. لما يجي بعد ما تنزل من العجله بيسقط الوضعيه دي كده هي بحيث ان هو ما يبقاش فيه يسمح باي تنوير بين الخرزه وطبان العجله بعد خرط العجله. دي اسمها ضبعه البروفيل للعجله، بتبقى موجوده مع خراط مع البراد بتاع الخراط خراط العجل في الورش. الثالثه توليت. ودي المستخدمة، دي ضبعة اللي هي المستخدمة والمشاعة في الورش اللي هي بتاعة قياس طوق أو إيه تخانة دي الطوق نفسه. وضعيتها هي لازم وضع بالنسبة للضبعة لازم تكون محضنة على بحر العجلة من جوه، ما يكونش فيها كده أو كده، تكون وضعية العدل بتاعها. وأبدأ أحرك اللي هي اللقمة لحد ما تلامس سن العجلة من الداخل على الطبان بتاع العجلة، وأبدأ أظبطها وأقوم جاي رابط وارفع عشان اقيس التدريج بتاعي. ركز في ايه؟ خش عليه. دي بتبين من اول الطوق اما بيبقى 3 بوصه الى ان هي حد التشريك بتاعي، ان انا اقول العجله سواء كانت ديسك او طوق بحد التخريج بتاعها بالتدريج اللي هو مدرج على الضبعه نفسها لحد ما توصل لحد حد التخريط. بعد كده بقوم جاي شايل الديسك او الطوق او من على العجله، وابدا اركب عجله جديده في حاله اما يكون وصلت لاخر خرط. ايه